هذه المحاضرة إن شاء الله نأخذ Finitely Generated Modules. في البداية نأخذ تعريف Definition. If X is a subset of a left R module M, إذا كانت X مجموعة جزئية من الموديول M, then generated X will denote the intersection of all submodules of M that contains X. Generated X هو عبارة عن شنو؟ تقاطع كل submodules من M اللي تحويلنا على X. This is called the submodule of M generated by X. وهذا generated X هو أيضا submodule من M المتولد بال X. While the elements of X are called the generators of X. وعناصر هذا X نسميهم generator مولدات. رح نأخذ لما 3-2 let X be a subset of a left R module M. إذا كانت X مجموعة غير خالية من الموديول M, then generated X is the smallest left submodule of M that contains a subset X. إذا كانت X هي مجموعة جزئية من الموديول M, فأنه generated X هو أصغر submodule من M اللي يحويلنا على المجموعة الجزئية X. يعني لازم نثبت generated X هو أصغر submodule من M. نجي للبروف by proposition 2.11. حسب الغرضية 2.11 اللي تقول تقاطع عائلة من submodules أيضا submodule. إذن generated X is a submodule of M. إذن generator X أيضا راح يكون submodule. لماذا؟ لأن حسب تعريف generated X هو عبارة عن تقاطع كل submodules اللي تحويلنا على X. طبعا بالمبرهنة يقول generator X هو أصغر submodule. هسه هو submodule لازم نثبته هو أصغر واحد, يعني ماكو أصغر من عنده. رح أفرض عندي submodule ثاني N, let N be a submodule of M that contains X. فرضت عندي submodule ثاني اسمه N ويحويلنا على X موجود بالM. حسب التعريف احنا نعرف انه generator X شنو؟ شو يساوي لنا؟ تقاطع كل submodules. الS هنا submodule, تقاطع كل submodules S, يعني الS submodule من الM اللي يحويلنا على X, with X subset من الS. بما انه الان هو submodule من الام ويحويلنا على الاكس, اذا اخذ الجنريتر للطرفين, راح يصير جنريتر الاكس subset من جنريتر الان اللي هو ان نفسه اللي ينطينا هذا. اذا اخذت submodule ثاني سميته ان يحتوينا على الاكس, بحيث من اخذته جنريتر الاكس طلع subset من عنده. يعني من اخذت الان طلع جنريتر الاكس ايضا subset من عنده, اذا هو اصغر واحد جنريتر الاكس. إذن generator X هو أصغر submodule. Thus generator X is the smallest submodule of M that contains a subset X. Remarks, نيجي ناخذ ملاحظات. هنا عندنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى, if the S تساوي phi, إذا كانت the S تساوي phi, then the submodule of M, إذن submodule بالنسبة ل M generated by phi is the zero submodule. يقول إذا كان the S تساوي phi, then the submodule of M المتولدة بالفاي نسميها شنو؟ zero submodule. That is الجنريتد مال الفاي تساوي إنه صفر, رح تصير zero submodule. شو وقت؟ إذا كانت الاس تساوي فاي رح نسميها zero submodule. من الواضح أنه الفاي هي مجموعة جزئية من أي مجموعة, إذن الفاي هي subset من الصفر. And if n is any submodule of m, وn إذا كانت هي أي submodule من الm, such that الفاي رح تكون subset من عدها. أجي أخذ الجنريتر للطرفين, راح يصير جنريتر الفاي subset من جنريتر الان. جنريتر الان هو نفسه, ولكن جنريتر الفاي تساوي إنه صفر, إذن الصفر subset من الان. الملاحظة الثانية, if S is a finite subset of M, إذا كانت S مجموعة جزئية ومنتهية من M, say S تساوي, ولنقل S تساوي عناصرها X1 X2 لغاية XN, where هاي X تنتمي وين؟ للM, where xi تنتمي للموديول m, والi تاخذ من الواحد للn, يعني x1 x2 x3 وهكذا كلها تنتمي للm. Then generator s is said to be finitely generated. لماذا؟ لان s هي finite set, راح تصير finitely generated. هي هنا صارت generated, ومن تكون finite راح نسميها finitely generated. واذا كانت finitely generated راح نكتبها بالشكل generator الاس تساوي لنا, افتح قوس واكتب عناصر الاس اللي هي x1 x2 لغاية xn, هاي العناصر, وبعد شنو واضربها منها في r. تحت هذا الرمز راح اخلي هنا r,
واجي شو اسوي؟ اضرب هذا ال R في كل عنصر من عناصر ال S، راح يصير R capital مضروبة في X1 زائدا R مضروبة في X2 زائدا، وهكذا لغاية زائدا R اضربة في XN. اذا كانت ال S هي generated بالاضافة الى ال finitely، راح اقدر اكتب generated ال S بالشكل التالي RX1 زائدا RX2 وهكذا لغاية RXN. So that if X ينتمي للجنريتر ال S، إذا كان كل عنصر موجود بالفاينتلي جنريتد، إذا يوجد ثوابت R1 R2 لغاية RN موجودة بالرينك، such that هذا العنصر مو ينتمي للفاينتلي جنريتد، إذا أقدر أكتب هذا ال X على شكل R1 X1 زائدا R2 X2 وهكذا لغاية RN XN، بحيث من R1 لغاية ال RN كلها موجودة بالرينك. هذا ال X ليش قدرت أكتبه بهذا الشكل المشابه لهذا الشكل؟ لأن ال X ينتمي للفاينتلي جنريتد، إذا أي عنصر ينتمي للفاينتلي جنريتد أنا أقدر أكتبه بهذا الشكل. In other words، بتعبير آخر، an R module M is set to be finitely generated. زين هسا الموديول بالكامل شو كده أسمي finitely generated؟ If there exist X1 X2 لغاية XN، إذا وجدت عناصر X1 لغاية XN بالموديول، such that الموديول بالكامل أقدر أكتبه بهذه الصيغة RX1 زائدا RX2 زائدا وهكذا لغاية RXN. يعني الـ finitely generated أقدر أكتبه بهذا الشكل. لما 3 3 if M is an R module، إذا كانت M module then for every X ينتمي للـ M، إذن لكل عنصر ينتمي للـ module M we have RX is a submodule of M، فأن RX هو submodule من الـ M. يقول اثبت بأنه هذا الـ RX اللي هو الـ finitely generated هو submodule من الـ M. Not that، لاحظ بأنه الـ RX عبارة عن شنو ومين ذات، نعني به الـ RX تساوينا مجموعة كل الـ R مضروبة بالـ X، بحيث الـ R small ينتمي وين؟ للرينج، وهذا الـ X موجود بالموديول. Let M be an R module and X ينتمي للـ M. It is clear that RX subset من الـ M. من الواضح أنه الـ RX subset من الـ M، هاي واضحة جدا، الـ RX هي subset من الـ M حسب شروط الموديول. ارجع لها، الـ RX راح تكون subset من الـ M. Since بما أنه الصفر موجود بالR بالرينج، so الصفر M تساوي أن صفر R مضروبة في X. هسا الصفر في X وين تنتمي؟ للR X. لماذا؟ لأن الصفر هنا موجود بالR، إذن الصفر R موجود بالR وعندي X، إذن الصفر R مضروبة في X تنتمي للR X، إذن الصفر M وين تنتمي؟ للR X، إذن الR X لا تساوي phi وهي أصلا subset من الM، وهنا كتبناها دمجناها الR X subset من الM ولا تساوي phi. هسا احنا نريد نثبت بأنه هذا الـ RX هو submodule. كيف أثبت الـ submodule؟ راح أجي أستخدم مبرهنة الـ RX plus SY theorem 2-4 لو ترجعوا لها. راح أفرض عندي عنصرين موجود وين؟ بالـ RX. راح أفرض عندي R1X وكذلك R2X، هنا أنتم عندكم بالأرقام غلط بالملزمة حاولوا تصلحوها، and وعندي الثابتين R و S موجودين بالرينج. Then we have، رح أجي أنا عندي الخاصية RX plus SY، رح أجي أضرب هذا الـ R في العنصر الأول اللي هو R1X زائدا وأضرب الـ S في R2X اللي هو هذا. هسا أجي أضرب الـ R في R1، رح يصير R R1 والـ X أعزله وحدة، زائدا الـ S أضربه في R2 وأعزل الـ X. هسا عندي هنا X وهنا X، أسحبه عامل مشترك، هسا الـ R والـ R1 ينتمون للـ R capital وكذلك الـ S والـ R2 أيضا ينتمون للـ R capital، حاصل جمعهم وين تنتمي؟ للـ R capital. إذا هذا القوس كله وين ينتمي؟ للـ R capital، وعندي X إذا راح ينتمي للـ RX. زين هذا الشرط إذا ينتمي لأي مجموعة، هاي المجموعة شو تصير؟ راح تصير submodule. Hence we get that RX is a submodule of M. Definition 3.4 an R module M is called a simple R module if it has no submodules other than 0M and M itself. الموديول M شو كده نسميه؟ simple R module إذا كان لا يمتلك submodules ما عدا الصفر و M نفسه، يعني فقط التافهات. إذا كانت الموديول تحتوي على submodules التافهة اللي هي submodule العنصر المحايد وكذلك الموديول نفسه، رح نسميه simple R module. عندنا theorem 3.5 an R module is called simple if and only if M is generated by every non-zero element X belong to M. المودول M شو وقت نسميه simple؟
إذا كان متولد بعنصر غير صفري X ينتمي إلى M، وبالعكس إذا كان الموديول متولد بعنصر غير صفري مثلا X ينتمي إلى M، إذا الموديول راح يكون simple. إذا عندنا برهان باتجاهين if and only if. راح أفرض طرف وأثبت الطرف الآخر، بعدين converse العكس. راح أفرض M هو simple R module وعندي عنصر غير صفري في هذا ال M. We have that Rx is a submodule of M، وإحنا نعرف أنه ال Rx قبل شوية برهناها هي submodule من ال M. بما أنه هذا ال M هو simple R module، إذن يحتوي على فقط submodulين اللي هو الصفر وال M نفسه. يعني إذا كان هذا ال Rx هو submodule من ال M، إذن لو يساوي الصفر لو يساوي ال M نفسه. إذا كان ال Rx يساوي لنا صفر M، then ال X تساوي لنا شنو؟ واحد R في X يساوي نفسه، نضربه في واحد ما يغير شيء. هذا وين ينتمي؟ ينتمي لل Rx، لأن هذا ال identity موجود بال R، إذا هذا كله وين ينتمي لل Rx؟ وال Rx يساوي لنا شنو؟ صفر M، and thus ال X راح يساوي صفر، وهذا تناقض، لأن احنا فرضنا X بأن زيرو element in M. Which is a contradiction, and thus we get M to sign Rx. Hence, M is generated by every non-zero element X of M. إذن X هو متولد بعنصر غير صفري اللي هو X الموجود بالM. Conversely, العكس. Suppose that M is generated by every non-zero element of M. راح أفرض M هو متولد بعنصر غير صفري and أريد أثبت M هو simple. زين إذا كان simple يحتوي فقط على submodulات الصفر و M نفسه. فأني شو أسوي؟ أني أجي أخذ submodule ثاني، بس هذا submodule لازم أثبته يساوي المودule نفسه، لأن إحنا قلنا simple ما يصير لو صفر لو نفسه. Let N be a submodule of M، هذه خطأ مطبعي، صلحوها. Let N be a submodule of M to show that N تساوي M، هذا submodule يساوي المودule نفسه. It is clear that N subset من ال M. من الواضح ال N هي subset من الام لانها submodule من الام، اذا subset من عنده. بقالي اثبت العكس، لان انا اريد اثبت هاي المساواه. فاول مره لازم اثبت الان subset من الام، وهسه لازم اثبت العكس، لازم اثبت الام هو subset من الان. هسه احنا عندنا شنو؟ الان لا تساوي صفر، يعني بها عنصر. then there exists x لا تساوي صفر، موجوده وين؟ بالام. so that ال rx راح تكون subset من الان. ليش؟ لان انا عندي ال x ينتمي للام، لو اضربه في r راح وين ينتمي؟ لل Rx. إذا then by the given assumption we have ال M تساوي لنا شنو؟ Rx، وال Rx هي subset من ال N منها، إذا ال M راح تساوي لنا N. And thus M is simple. ليش ال M simple؟ لأن أخذت submodule ثاني ولكن طلع نفس المودule، إذا simple. هنا إن شاء الله نتوقف، والسلام عليكم ورحمة الله.